مرحبا بكم. والله إلا كنعانيو بزاف ديال المشاكل في هاد المناطق الجبلية، كنعانيو بزاف ديال المشاكل من ناحية الطرقان، من ناحية الرحالة مكرفسين، من الحطب التدفئة ما عندناش، وكنجيبوهم بعاد وغاليين بواحد الثمن باهظ باش كيجيبوهم الشاحنات باش يوصلوهم لنا باش نشريوهم حنا كمواطنين بواحد الثمن غالي علينا بزاف، والطرقان مكرفسين، وكنطلبوا الوزارة المكلفة بالمزيد من الكاسحة ديال تولوز، راه كيتقطعوا لنا الطرقان. ومن الصحة عاوتاني راه الناس كيتكرفسوا، راه عندنا النساء الحوامل وراه ما كتوصلها سيارات الإسعاف، حتى كيولد راجلها قبل ما تولد المرأة، كيولد الراجل قبل من المرأة. خصنا الطرقان، خصنا سيارات الإسعاف، ها عندنا المركز الصحي، راه خصنا غير الأطر الطبية تكون، ما راه كلشي كاين، راه الله ينصر سيدنا، راه الله يكثر خيره، راه عطانا كلشي الماتيريال والبنايات، وعلينا الاطور كنطلبوا منهم الله يهديهم وصافي. ومرحبا اولا بهيسبريس اللي تحملات عبء السفر باش تنتقل لإيميلشيل، باش تنتقل لواحد البلاصه اللي هي عمق جبال الاطلس الكبير الشرقي، اللي كتمتاز بالمناخ وبالقساوه ديال المناخ وبالقساوه ديال الطبيعه، هادشي ديال الثلج من طبيعه الحال تيكون مرفوق ب القساوه والبرد الشديد والصقيع. فيما يخص التدفئه ولا الجبال ولا الصقيع اللي سنقولوا عليه، كما كتشوفوا الغابه ما كايناش، التدفئه ما كايناش، تيجي الحطب تيجيك ب 2400 درهم للقنطار، قنطار راه ما فيه والو، دغيا فرك كيمشي، المدخول ما كاينش، الموارد ما كاينينش، عباد الله غير جالسين غير في الجبال كيتسناو المصير الحتمي ديالهم، والسلام عليكم، غير كيتسناو الهلاك. يعني هذا هو، هذا اللي كيتسمى في هذا اللي كيسميوه الموت البطيء، الموت البطيء في هذه الجبال. يعني راه تنموتوا ببطء، تندوبوا ببطء، تنعانيوا ببطء في ظل قساوة ديال الظروف طبيعية، انه ما عندنا ما نديروا لهم، ولكن انه نصبروا للقساوه ديال المسؤولين ولا القساوه ديال الناس اللي هما اللي سيحكمونا وهمشونا وقصونا، هذيك راه ما يمكنش نسكتوا ليها. وكاين الحتميه ديال انه مازال هاد الناس غينوضوا غيطالبوا حقهم، واخا انه راهم ساكتين دابا، فعلا حنا ساكتين، ولكن راه مازال غينوضوا الناس، راه كاينه حتميه تاريخيه، كاينه حتميه ديال النضال، على اساس تيخرجوا شي مسؤولين اللي هما ماشي في المستوى، ونستقبلوا شي مسؤولين اللي هما يقدروا يتحملوا المسؤوليه ولا يكونوا بمثابه خاتم سيدنا سليمان لهاد البلاد. ما تنساش تابونا في لاشين وتأكتف بالجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هيسبريس.